عندي شركسيه برضو بالديك الرومي. الشركسيه طبعا زي ما انتم عارفين حضراتكم لازم تقعد على النار اهي، بنسلق فيها العظم عشان يديني شوربه عزمها شديد اهو. ده عظم الديك الرومي، هعمل منه شوربه، هسقي بيها الرز وهسلق فيها السدر. هسلق فيها السدر. طيب اهم حاجه عندي في الشركسيه حبه الرز الملبنين. يعني ايه ملبنين يا عمي؟ يعني تكون طراي من الشوربه، طراي. بغسل الرز بتاعي نصلي على الحبيب اهو. ده الرز بتاعي، ونبدأ نعمل الرز بتاعنا بالسمنة البلدي. حل على النار، ادي حبة سمنة بلدي الرز بتاعي ما قلقش عليه، مش هخاف انه يكون معجن او مش معجن، لان عايزه طري. كده هنقول مقادير الشركسية. عندي صدور رومي، رز بلدي، عين جمل وتوست ولبن وكريمه لباني وتوم وبصل، سمنه او زيت، ملح وفلفل، ورق لورو، حبهان، زعتر، كزبره خضراء، وشويه فلفل ارناؤوطي او البابريكا او فلفل حراق. كده انزل بالرز اهو، انزل بالرز بتاعي وما قلقش، انزل بالرز بتاعي وما قلقش. حبة ملح، نسقي الرز بتاعنا اهو من الشوربة بتاعتي، من الشوربة اديت له حبهان ومستكة كده. عايزه ملبن زي ما قلت لحضراتكم، يعني طري شويه. البوكيه جرنيه عندي هنا مظبوط، واخد كرفس وجزر وبصل، ورق لور وحبهان ومستكه، عشان تطلع حبه شوربه حلوين وعزمهم شديد. خد حقه بزياده وهيطلع طري زي الفل. اغطي عليها. بعد كده يا سيدي هاجي هنا طاسه زي دي، فيها مكعب مرق، ادي شويه شوربه بس. وادي عندي صدر الرومي، ادي صدر الرومي، ودولت نسيبهم على النار عشان ارجع ليهم تاني. عندي عين جمل اهو، حتة سمنة بلدي، فصين توم، شوية بصل مش كتير، وادي عين الجمل. سنة زعتر صغيرة. وسنة كزبرة خضراء.
ده العيش التوست بتاعي بسقسقه باللبن كده، بخمره في اللبن. توم، بصلة ناعمة، شوية كزبرة، عين جمل، خلي دول كده اهوت عشان يعملوا شوية شوربة حلوين. مش محبوب يكون فيها بصل كتير. شوية فلفل اسود، كده شوية شوربة انا مش عايزها تقيله قوي ولا خفيفه قوي، يبقى حضراتكم زي ما انتم شايفين ده الصوص بتاعي اهو. شويه من الكريمه اللباني، الهاند بلندر، اهو لا عايزها تخينه قوي ولا زي الطحينه. شويه بابريكا يا باشا، عندي بابريكا موجوده مش مشكله. صلي على النبي. طيب سنة ملح بسيطة، اشوف الرز بقى اخباره ايه. الله الله الله، زي ما انا طلبت يا باشا. وادي صدر الديك عندي والصوص عندي خلاص. الرز بتاعي اللي هو الطري اهو، مش طري قوي يعني، ده الرز. واخد مستكة، واخد ورق لورو، حبهان، وادي صوص الشركسيه